فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد نهاية الأذان نرى من يخرج من المسجد، فما ضابط الخروج بعد الأذان؟ الذي يخرج لحاجة، يخرج ليتوضأ ويرجع، أو يخرج ليصلي إماما في مسجد آخر هو إمام، أو يخرج يروح يأذن لأنه مؤذن في مسجد آخر، أو له حاجة متواعد مع واحد في مسجد آخر ويروح حفاظا على الموعد، هذا لغرض صحيح لا بأس. نعم.